وأجواء موسيقية مختلفة، لأن معانا المطرب الكاتب الشاعر عزيز أوزوس. أهلا وسهلا بيك. أهلا عزيز. عزيز يا سميرة، منورنا. تحياتي، كنت منورة. وانت طبعا قد ما انت كريم مش جاي لوحدك، أولا في كمان رضوان على الله. أهلا وسهلا بيك. يا هلا رضوان، يعني تشرفنا بالحضور معكم في هذا البرنامج الرائع. أهلا وسهلا بيك. ومش جايين لوحدهم، لا. كمان معهم آلاتنا الموسيقية بطبيعة الحال. أوكي، جيتار أنا عرفه يا رضوان، بس في آلة هنا اسمها الرباب، جميلة قوي، أول مرة شوفها. هي الآلة جايين على علشان دي الآلة دي جايين. أنتوا جايين عشان عشانها. يعني بنحاول يعني نشارك الآلة دي مع كل العالم، يعني من خلال يعني إبراز يعني الصوت الجميل لهذه الآلة والجمالية ديالها، يعني وحتى المكونات ديالها من الخشب، يعني الجلد، ديل كيف بنقوله، نيلون. نو مش نيلون، مي نورمالمون ديل الحصان. ديل الحصان. أقولك الحقيقة، بدأت تخليني أحلم، قلت لي جلد وخشب وحاجات، وبعدين قلت لي نيلون، فكده أنا رجعت. المفروض راح تشوف رأيك تكون نيلون. المفروض ده يعني ديل الحصان. نعم. قتلت حصان من شان. حلو حلو قوي، جميل جدا. كبداية عايزين نوجه تحية لشخص هنا يعني عزيز على مونتي كارلو الدولية وعلى قلوبنا كمان، حنان. حنان كفي شو، سلامات حنان. وتحياتي لحنان، وتحية للعمل اللي بتقوم به من أجلي ومساعدتي وتحفيزي معنويا وحتى ماديا. حنان جات تقول لنا عزيز عشان تبقى عارف، أنا لي عندكم فنان يجنن. شكرا يا حنان. صوته حلو ومشواره جميل. طب يا حنان، طيب هو حلو. وحضوره حلو. ومن المغرب وامازيغي وبيكتب وشاعر وبيعمل وكذا، فطبعا القصه جميله. بس اكتشف كمان انك انسان متمرد من صغرك، الوالد ما كانش راضي انك تدخل المجال الفني، وما كانش عندك آلة، فرحت عملت ايه عزيز؟ بطبيعة الحال صنعت آلة في المنزل من الأشياء الموجودة، يعني الأشياء اللي متاحة في المنزل، مثل الغربال. بتعرف الغربال؟ الغربال معروف الغربال. أخذت عصا. ما فيش امرأة في العالم ما تعرفش الغربال، لأن في المثل اللي بيقول بيقول اللي بتآمن للرجال زي إيه، المية بالغربال. أنا دفك، فكل النساء بتعرف إيه هو الغربال. باخد غربال أو شيء من هذا القبيل، وحبال فرامل الدراجات الهوائية. لا. باخد منها حبال وكذا، وصنعت آلة وحاولت أعزف وتمكنت من إبهار بعض الأشخاص في ذلك الوقت. ليه الوالد ما كانش راضي إنك تشتغل في المجال ده؟ في عيب؟ هو المشكلة في يعني الناس اللي كانوا بذلك الوقت يعني كبروا في واحد في واحد في واحد المحيط، اللي هو أنه الموسيقي دائما ما تكون آخرته يعني سيئة. وفي ذاك الوقت يعني حتى الموسيقيين الله يسمح لهم كانوا ما كانوش عاطين قيمة للفن ديالهم، ما كانوش كيكبروا به. دونك الوالدين ديالنا ملي كانوا كيشوفوا هذه المسائل هادو كيقولنا لا، ديك الطريق خايب مش كويس. يعني ما كانش عايزك تبقى ريس، بيقولوا ريس يعني الريس، ما تكونش الريس. ولكن لو كنت مثلا زي دمسيري او حشب العيد، ناس اللي معروفه اللي كانت برضو انت كنت بتحبهم، الناس دي يعني قمه كانوا في المجال. هما فنانين اللي احنا كبرنا باستماع لاغانيهم، الاستماع لابداعاتهم في ذاك الوقت، وكان هما الأساس لنا باش نقدرون نعطيو يعني نصنعوا الجديد ونزيدوا نطوروا في الموسيقى الأمازيغية بصفة عامة والموسيقى المغربية بصفة عامة. يعني هما كانوا الأساس. ولكن
الوالد ديالي انا ملي كان كيحبسني على الموسيقى ما كانش يسمع الموسيقى ديال الحاج بعيد، ما كانش يسمع هذا، ما بوتيتخمو يمكن يعني ممكن ما ديش يكون سمع، ولكن ما تاش الانتباه ديالو. ولكن الحمد لله ملي شافنا يعني شافني الوالد ديالي انا غادي مزيان غادي كنطور في الموسيقى. حصل ايه اول مره سمعك في البيت؟ احكي لك قصه. وانا ما من كثرة ما كنت مولوع بالموسيقى، من كثرة ما كنت مولوع بالعزف وصنع الآلات من أشياء عادية، كنت بعزف يوميا كل دقيقة كل ساعة كل ثانية، لدرجة أن الدراسة ديالي ما كنتش أعطيتها اهتمام كبير. أوكي كمل لا 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 أوكي أوكي. ومن بعد واحد النهار في الصباح كنت غادي للمدرسة، قديت الفطور ديالي، ما انا بعدا كنفيق معطل، يعني انا عندي متاخر انا كنفيق عندي المدرسه مع 8 كنفيق مع 7:30، نص ساعه 5 دقائق بتاع الفطور، انا سريع في صنع الفطور طبعا مش هتاكل ربع ساعه للطريق. دونك بقات لي 10 دقائق ديالي في الصباح، وكنت بان لي الاله ديالي صنعتها جديده في الدار. مشي نعزف، عايز اعزف. مشيت بدندن، مشي واش حلو بدندن بدندن يعني كده وما شعرتش اني بزيد الفوليم في الصباح، باكر كل ناعسين كل ناعس. وجا عندي في الصباح قال لي بتعمل ايه يا اخي؟ ده علم مصري، ده علم مصري. بتعمل ايه يا ولد؟ قال لي بتعمل ايه؟ حطم علي الاله في الصباح ده. نو اخذ وكسر الاله على راسي. على راسي والله. مي مش مشكلة، خلت في غد لي يعني صوبت آلة أخرى. مي الوالد ديالي أنا زعلت، أنا زعلت عشان زعلنا. إيه رأيك نسمع نسمع يعزفلنا إشي لايف؟ طب بس الوالد النهاردة صافي يعني قبل، بيحبني كتير لما بيشوف. إذا عم يسمعنا من إن شاء الله، إذا ما كانش يسمعنا هو ما عندوش فيسبوك، ما عندوش كده، ولكن إن شاء الله راح أسمع كل شيء. وهو دلوقتي فخور بيك. طريقة الحال بيسألني ديما، من في الأول كان بيقول لي لا موسيقى، ليه بتعمل الموسيقى؟ الآن بيسألني هناك جديد. حلو. خاصة أنه الموسيقى يمكن إحياء لتراث مغربي أو أمازيغي، صحيح؟ أوه بطبيعة الحال، هذا الثقافة الأمازيغية أو الشعب الأمازيغي كله متكامل، يعني مش هو غير واحد النوع من الشعب، إنما هو بلغته بكتابته بقواعده اللغوية بموسيقى الخاصة بتراثه يعني كل شيء. كل أي دولة عندها ثقافتها وعندها الأسس ديالها، لزمازيغتهما الأمازيغيين عندهم نفس الشيء يعني. طبعا. طيب تفضل عزيز. الان راح نحط موال تاع واحد من لي باتريمون من القدماء، اسمه ابو بكر انشاد. تفضل. كوردري درونا الآلة من الجلد مع الكليمة نسخنه شوية، صح؟ لا بينزل وبيطلع على حسب الكليمة، على حسب الجو، برد أو سخن. لأنه جلد. العلوم واللي يفهمني او
يدمن نربي دود من طلبة دل علومة واللي فهمني ويتبير اللي فان اسمه ميرالت كي العقليني دلالي خير زايدة ترضى ربي بين قحرق يسدو على حقوق ردفون إما ينيد الدوني تقابلت في اللزقي سنتوريح تنغيت ورات حيتان غمقار الدوال ورات سورتا فاغي منون ما ديتش نقرقي واللي اختقابرت الله فلانة جاغا نيز المحبة تقيت وليد جميل نقرات ناغا ينيد جميل ينيد المحبة تقيت أتي ليد جميل نقرات ناغا سور النبي الخاتم ياتي يختن تهديتي كرايك تنغضاض كرايك تنغضاضي حتى يراي اسمي قيرني فلاني ارديت تاوين طمزين ازدهر وزرق طمزين ازدهر وزرقي وردوان على الله. ايه الجمال ده كله؟ ده طبعا احنا ما قدرناش نفهم يعني علشان لغه امازيغيه. ايه القصه؟ ايه الحدوته؟ ده بفنان او الفنان الكبير ابو بكر انشاد تكلم على معاناته من حب فتاه يعني يعني تكلم بطريقه صراحه شويه رومانسي يعني رومانسي يعني رومانسي كتير وصار الكلمات صراحة صعبة في الشرح بالعربي ولكن إذا كنت عاوزين أشرح أحاول أشرح مش مشكلة. طب إيه رأيك مدام هنحاول نشرح نديك فرصة إنك تفكر بالكلمات المظبوطة. إحنا بنتكلم عن الحب مش أي حاجة كلام كبير. نروح نسمع أنجمار لأن هنا كمان في صوت جميل جدا حابة أن احنا نتكلم عنه ونرجع وتقول لنا التفسير الشعر. إيه رأيك؟ نسمع أنجمار أنجمار لعزيز أزوس والصوت الجميل الرائع لفتاة اسمها إيه؟ سكينة سكينة تريسي تريسي تحياتي الفحصي. هنسمع شبابنا أو اللي جمار أدور خطر ما سر شتاتها ودا إن رأيت خطر دوي وبكتير يسيف الدهوات نس يفل دوراتها وجا يعني سجلنيت قيدنت مغرى سمال يفل دجديك نس غري وينها رجا Sorry for the
الأصوات الجميلة، أصوات عزيز أوزوس وتريسي سكينة، صوت جميل، أغنية جميلة. أنا ما بسمع الأغنية دي، أنا عارفة أن أنتوا كنتوا هنا في مهرجان يمكن هتقول لنا كلمتين بس. أنا عايز أفهم، مكتب اسمك على إنترنت ما بيطلع ليش حاجات كتيرة قوي، وأنا عرفت أنه بقالك 10 سنين. خلينا نتكلم بصراحة، أوكي؟ هل هو علشان أنت مغربي أمازيغي وأصمر علشان كده ما وصلتش العالمية؟ خلينا نقول الصراحة يعني، هل يعني يمكن لو كنت أشقر الموضوع كان سريع أكتر؟ إيه هي المشكلة؟ يعني المشكلة بالضبط، لو كان عندي، لو كانت عندي مثلا أموال كتيرة لو وصلت أحسن. مسألة أموال بس؟ هي مسألة إحنا بطبيعة الحال بدينا من وقت كتير، ولكن بديت في أنماط مختلفة في كل مرة. في البداية يعني استهلكت وقت كثير في الأعراس والحفلات وهذا، وبذلك ما قدرتش نبان في السوشيال ميديا أكثر، حيث لأنه الكثير من الناس بيعملوا نفس الشيء. يعني ما تقدرش تبان يعني بواحد طريقة اللي هي متميزة أكثر في العالم. بالنسبة لنا كأمازيغي وكفنان، كيفاش يعني حتى ما بنش هذا من جهة يعني خدمت في العراسات بزاف، وحتى البروجي ديالي حاليا اللي أنا كريته يعني درته هادي غي عامين تقريبا، عامين ونص باش بديت أنا في الوورد ميوزيك وباش نحط راسي في الموسيقى العالمية. يعني مادام دخلت في الموسيقى العالمية والناس بدأت تشوفك في الموسيقى العالمية، سوقك هيمشي أكتر يعني بسرعة. بيمشي أكتر وحتى ما زال ما درناش شي حاجة اللي هي كبيرة. أنا عندي نفسي كمستمع لنفسي، أنت متواضع، ما زال ما عملت شي حاجة كتيرة، ونتمنى إن شاء الله أنه يعني الناس يشوفوا إلا كان هاد الشي اللي كان دير مزيان سيبون كمل، ما كانش نشوف دي كومونتير تعليقات أخرى. سليم، إيه رأيك بالتواضع ده؟ أنا رأيي هو تواضع طبعا، بس أنا بشوف أنه يمكن هذا النوع من الموسيقى اللي هي موسيقى مثل ما قلت قبل شوي إحياء تراث أو موسيقى بديلة، يمكن صعب الواحد يلاقي لها منتجين أو مسوقين عم بيبحثوا عن الشيء السريع. ما هي بطبيعة الحال أنا ما بعملش موسيقى تقليدية وحدها، لأني لما قلت موسيقى عالمية أني بخلط بين آلات أخرى، وعندي بروجي يعني مشروع موسيقي يعني كبير لحد ما، يعني فيه باتخي يعني الطبل، فيه جيتارة باس، جيتارة عادية مثل هذه بآلات أخرى يعني وعملنا ديجا يعني من قبل دي تورني في دمج يعني وسافرنا وقدمنا السنة الماضية أنني هاد السنة يعني لعبت في مهرجان فيزا فور ميوزيك لأستاذ إبراهيم المزند، ومن خلال الحفل ده هنا ناس كتير طلبوا منك وجيت هنا الورشة عمل. نعم. في فرنسا مع مهرجان إكسون بروفانس اللي حطوا قدروا يعني يختاروني بارمي التراري اللي غادي أنيميو دي ووركشوب. حبيت الخليط الفرنسي العربي. عم بتضحك علينا مع الانجليزي ورشه بالعربي ورشه عمل يعني سمحوا لي راهم. بس اول ما بيسمعوك بيبرمجوك على طول بيطلبوا منك انك تحضر وتشارك، فدي حاجه جميله جدا. وانا سمعت لك على فكره ديسباسيتو فيرجن مختلفه جدا بالرباب، للاسف ما عندناش وقت عشان نسمعها، بس يمكن حابين ننهي بتاتش كده مختلف. انتوا عايزين تقدموا حاجه عشان تقولوا باي؟ انا راح اعمل ربابه امبوفيزاسيون موال من ارتجال، كيف نعم ارتجال بطبيعه الحال. وبهذا راح نكمل بقليل من المقامات العربيه مع الاخ رضوان. بالمناسبه الاخ رضوان هو فنان معروف عندنا في سوسما الصدرعاء، يعني في المغرب في جهه اكادير، هو بيعزف مع فرق متعدده، بيعزف جيتاره وبيعزف شرفنا بيعزف كمان إيه كذا. راح تحياتي لك رضوان. سيعزف بالكمانجا من بعدي ان شاء الله راح نشوف كيفاش هو ادام بروفيزاسيون. ما احنا ما بريباريناش من قبل. طيب انتوا اللي هتنهوا اول ساعه لهوا الايام، ايه رايك؟ تمام. سليم ممتازين، نشكركم.
وبنتمنى نشوفكم كمان مرة في هوا الأيام، يعني أول مرة بس مش آخر مرة. إن شاء الله إن شاء الله. نجاح كله إن شاء الله. شكرا لكم على الاستضافة، وشكرا على الضحكة، وشكرا على التعامل، وشكرا على يعني بزاف. وتحية أخرى لحنان باروك. وتحية لحنان باروك. تفضل. تفضلوا. Da 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 da.